لو الحكاية فيها إن فيتو ايه عندك مظلمة؟ لا لا يا سيادة الوزير يا عم حبيبي يمشي اهو اهو اقول لك اهو يا سيادة الوزير يلا يا جماعة فين ده؟ لو سمحت يا فندم ايه عندك مظلمة يا فندم الله يهديك ويحليك كمان وكمان انت اوعى تمضي على اي ورقه يا ريس هنا يا ريس لجهاز مدينه بدر اوعى يا ريس هتشيل المعاتيق قول لي مشكلتك انت الناس دي عاوزه تطلع من السجن المتهمين وانت عايزين ابلك انت في الحيطه يا ريس عايزين ابلك انت في الحيطه يا ريس اهو يا باشا ادي ارض ثمنها 250 الف جنيه تقنين الوضع الارض بتاعتي بالقانون يا ريس ايوه يا فندم وضع يد على روبيك يا ريس عربيك يا ريس انا بقالي 20 سنه مجنون على امري وادي انا اسمي رافض شرف الدين عبد الرحمن هريج معالي الباشا تليفونك فين يا حاتم معالي الباشا قول بس تليفوني اقول 012 معالي الباشا انا بس رافض ايه رافض شرف الدين عبد الرحمن هريج يعليك كمان وكمان يا ريس يتم تكنين عرض يا ريس 012 رافض شرف 2 12 3 4 4 2 9 يا معالي الباشا يعليك كمان وكمان يعليك كمان وكمان